دكتور مفيد، على مدى سنتين كانت المعركة الدبلوماسية والقانونية شرسة جدا ما بين الجانبين، من سبتمبر 86 لسبتمبر 88. ايه اصعب اللحظات اللي مرت عليكم كوفد مصري مفاوض؟ يعني احنا مرت علينا فترات صعبة جدا، انما في نفس الوقت كنا واثقين بان احنا اصحاب حق. الصعوبة ان لما جت سنة 82 ومفروض انسحاب اسرائيل يتم، وتعلن مصر انه تم تحرير كامل ارضها، فقبلها بشهرين احسسنا نحن الجانب المصري بان اسرائيل نيتها انها تماطل في الانسحاب من بعض المواقع الحساسه، واهمها موقع اطابه، فبدانا نشعر بالقلق، وتحقق فعلا ما كنا نخشاه. وصلنا ل 25 ابريل 82 اللي هو الموعد المقرر في اتفاقيه السلام لاتمام الانسحاب، واذا باسرائيل محتفظه ببعض المواقع ومنها طابه، وتوهموا ان احنا سنقبل بهذا الامر الواقع ونعلن انه تم الانسحاب الكامل. ولكن قائد زعيم مصر في ذلك الوقت الرئيس مبارك رحمه الله عليه اعلن انه تم الانسحاب من سيناء وفقا لاتفاقيه السلام، ولكن للاسف هناك بعض مواقع ما زلنا نتفاوض بشانها، وستستمر التفاوض في الايام القليله المقبله، الامر الذي تم فعلا. هذه موقف من المواقف الصعبه. المواقف الثانيه ان احنا اثناء المفاوضات توهمنا ان احنا سنه شهر شهرين ثلاثه بالكثير، ولكن كنا نلاحظ في كل مره ان الاسرائيليين يحاولون تضييع الوقت والمماطله والمراوغه، فبدانا نقلق اكثر. فمر اكثر من سنه او اثنين، وبعدين قلنا لهم اذا طالما ان المفاوضات فشلت فلا بد ان احنا ندخل في المرحله التاليه وهي التحكيم وفقا لاتفاقيه السلام. فقالوا لا لا لا، ما فيش داعي للتحكيم، ونستمر في التفاوض، او على الاقل نعمل توفيق ونجيب واحد يصلح بيننا ويدي حلول وسطيه، ونقسم طابه بيننا او نعملها دوليه او اداره مشتركه. احسسنا ايضا بان اسرائيل تريد ان تفرض حلول اخرى اللي بيها تضيع حقوقنا في طابه. طبعا اصرينا على التحكيم وضغطنا على التحكيم الى ان قبلت التحكيم. واثناء اعداد مشارطه التحكيم برضه احسسنا بان اسرائيل لا تريد ان المشارطه تبقى واضحه ومحدده، عاوزه يبقى فيها نوع من العبارات المطاطه اللي تتيح لها ان هي تتنصل من تنفيذ اتفاق التحكيم لاحقا. وهكذا مواقف كثيره كانت اسرائيل تريد ان تراوغ، تريد انها تكسب الوقت لان هي محتله للارض، ولكن امام التصميم والاراده والاسلوب العلمي في اداره الازمه أكيد. المستند ان احنا بنتفاوض من موقع قوه باعتبار ان احنا منتصرين عسكريا منتصرين سياسيا، كل ده مكننا من ان احنا نسترجع حقنا وتعود طابه الى ارض مصر وسيادتها. نعم.